وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. أستاذ صلاح، قمة عربية إسلامية مشتركة في وقت غاية في الأهمية والحساسية، أيضا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل خاص والأراضي الفلسطينية بشكل عام، يعني تجاوز كل الحدود، وأمال عريضة على هذه القمة المشتركة. قراءات أولية لهذه القمة وموقف مصري ثابت يحمله الرئيس عبد الفتاح السيسي معه إلى هذه القمة. طبعا اليوم ستعقد القمة العربية الإسلامية المشتركة، يعني في سابقة لم تحدث من قبل، لمناقشة بند واحد على جدول أعمال هذه القمة، هو بحث الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية بوجه عام. هذه القمة ستبحث مسألة التصعيد الإسرائيلي وتناقش من وجهات النظر العربية والإسلامية ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف هذه الاعتداءات، إلى جانب المحاولات المستميتة من جانب إسرائيل بالعمل على تصفية القضية الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من قطاع غزة إلى مناطق أخرى. فطبعا الهدف من وراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية هو العمل على تصفية القضية الفلسطينية. موقف مصر طوال هذه الأزمة ومنذ اليوم الأول، وهي هذا الموقف ثابت وراسخ، وهو عدم تصفية القضية الفلسطينية ومنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، لأن المخططات الإسرائيلية التي كانت تستهدف استغلال ما حدث في عملية 7 أكتوبر كانت تستهدف استغلال هذا الحدث للضغط لتصفية هذه القضية الفلسطينية والحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو عام 1967. الموقف المصري موقف راسخ وثابت، وهي مع استقرار المنطقة وعدم تصعيد الأحداث، نظرا لأن هناك كانت في بداية هذه الأحداث بوادر تلوح في الأفق لمحاولات جر المنطقة إلى مناطق غير طبيعية ودخول أطراف أخرى على الخط، الأمر الذي بالفعل كان من الممكن أن يهدد استقرار المنطقة بالكامل ويهدد أمن هذه المنطقة، والمنطقة لا تحتمل المزيد من التوترات والمزيد من التصعيد، خاصة وأن معظم دول المنطقة بدءا من سوريا والعراق واليمن مرورا بليبيا والسودان وغيرها من الأقطار العربية تعاني تحديات هائلة وعدم استقرار نتيجة الأحداث التي شهدتها طوال العقد الأخير. فالموقف المصري هو موقف راسخ وموقف ثابت وموقف يلتزم بالمعايير والأخلاق الدولية والقانون الدولي، ومصر مع قيام الدولتين باعتبار أن هذا هو الحل الوحيد لحل هذه الأزمة التي استعصت على الحل منذ 1948 حتى الآن، ولم تنجح جهود أي دولة على الرغم من توقيع اتفاقيات السلام بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في عام 1993 واتفاقات أوسلو التي حاولت إسرائيل أن تفرغها من مضمونها، والعمل الجاري الآن على وقف الاعتداءات ووقف التصفية الفلسطينية. فأعتقد أن القمة سيكون من أولويات المهام التي ستوكل إليها هو وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة وضد الأراضي الفلسطينية، منع هذه الاعتداءات من الاستمرار والتهجير للفلسطينيين. كيف يمكن لهذه القمة المشتركة التي يعني نعتبرها سابقة من نوعها أن تقدم حلول مختلفة سيد صلاح، خاصة أن هناك يبدو في الآفاق أمور يعني تحاك بليل فيما يخص قطاع غزة وكيفية إدارة قطاع غزة حتى بعد انتهاء العملية العسكرية، سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو الأمني بشكل عام؟ يعني هل ممكن أن يحدث أن يكون هناك خطوات استباقية لأمور قد يكون أحد أعدها من قبل من أجل هذا القطاع؟ أولا، المخططات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية لا تنتهي، ومنذ اليوم الأول ظهرت النوايا العدوانية لإسرائيل بأنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتستهدف تهجير الفلسطينيين بعيدا عن أوطانهم، وهي مارست ذلك بالفعل
عبر العقود والسنوات الماضية ومنذ نشأة دولة إسرائيل في عام 1948 وهي مستمرة في مخططات لا تنتهي. فلو حضرتك تتبعت مسار هذه الأزمة والتصريحات الإسرائيلية وتصريحات القادة الإسرائيليين، أعتقد أنها عبرت بشكل واضح هذه المرة عن مكنون النوايا الذي كان في البداية يستهدف تهجير قسري للفلسطينيين الفلسطينيو قطاع غزة إلى سيناء وفلسطينيو الضفة الغربية إلى الأردن، في محاولة من جانبها لتصفية هذه القضية والحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية. ثم بعد ذلك بدأت الضغط على الفلسطينيين لمحاولة تهجيرهم من شمال غزة إلى جنوبها. وماذا تحول الخطاب؟ وماذا أيضا عن سيد صلاح؟ سمعنا هذا في اللحظات الأولى والساعات الأولى، والآن نسمع عن بالونات اختبار لها علاقة بقوات دولية بإدارة القطاع من قبل جهة ما، يعني بالونات اختبار أم هي خطط معدة والبحث عن من سوف يقبل بهذه الخطط؟ لا، هي طبعا خطط معدة وخطط بديلة، وفي البداية كما تحدثت كان هناك هدف للتصفية وتهجير الفلسطينيين، ثم بعد ذلك تحول الخطاب إلى عملية احتلال كامل لغزة أو تواجد أمن إسرائيلي داخل قطاع غزة أو البحث عن استجلاب قوات دولية أو غيرها من المحاولات التي بالفعل أيضا تستهدف التصفية المستمرة لهذه القضية، الأمر الذي قوبل برفض شامل وكامل وتام من القيادة المصرية. صحيح. مصر رفضت تماما كل هذه المحاولات وكل هذه يعني الضغوط التي كانت تمارس على الشعب الفلسطيني من أجل الحيلولة دون حصولهم على حقوق. صحيح. وهذا حدث في الحقيقة منذ اللحظة الأولى، لأن معناه تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل وهو أمر مرفوض من قبل الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن هذا مرارا وتكرارا. الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.